إذن أنتقل وإياكم إلى موفدنا من بغداد بدر الركابي، وأهلا بك زميلي. أين تقف أنت تحديدا الآن، وما هي أوضاع التظاهر من حولك؟ ضعنا في الصورة، تفضل. نعم ميعاد، أتواجد هنا في الباحة الخارجية لمبنى البرلمان، وكما تشاهدين هذه الأعداد من حولي لكثافة المعتصمين والمتظاهرين الذين ما يزالون متواجدون هنا في مبنى البرلمان، لا سيما خصوصا بعد التوجيهات الأخيرة فيما يتعلق بالتحشيد لتظاهرة السبت المقبل، فبالتالي هذا جعل الأمر يعني هنا في الاعتصام داخل مبنى البرلمان يشهد توافد لأعداد كبيرة من المتظاهرين، وما يزالون لغاية الآن متواجدون رغم التوجيه الأخير بتأجيل تظاهرة يوم السبت المليونية السلمية كما سماها السيد مقتدى الصدر. الجميع هنا ماكث في مكانه وفي الاعتصام رغم تأجيل التظاهرات وإعطائهم بالبقاء بقضية التوجيهات والاستمرار في قضية الاعتصام من أجل اليوم تحقيق الإصلاح وكذلك محاسبة الفاسدين. بالتالي الأعداد المتواجدة هنا هي ملتزمة بهذه التوجيهات والتعليمات وتنفذ هذه المطالب. دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع من حولي من يتواجد من المعتصمين لنتعرف أكثر على تفاصيل التوجيهات وكذلك تنفيذها من قبل المعتصمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن تواجدكم اليوم، السيد أجل موعد التظاهرة المليونية، لكن يعني وجه توجيهات بقضية ضرورة الاعتصام وبقاء الاعتصام من أجل تحقيق المطالب، شلون تشوفون هذه التوجيهات ومدى التزامكم اليوم بهذه التوجيهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهات السيد القائد لازم نطبقها بحذافيرها، من قال اعتصام اعتصام، من قال مظاهرة مظاهرة، فسيد شاف أكو شيء راح يصير وأجل المظاهرات، فإحنا موجودين هنا بالاعتصامات 24 ساعة يومية موجودين بالاعتصامات، نحن معتصمين لهذا الشعب المسكين، لهذا الشعب الفقير، لهذا الشعب اللي أكل الفساد آفات الفساد والتبعية، فنطالب من هذا المنبر وهنا هذا المكان ومن إذاعة التغيير، إحنا كل الشكر والتقدير لإذاعة التغيير وعلى جهودها المبذولة اللي لإعلام الحق وتستحقون الكتاب الشكر والتقدير من المكتب الخاص السيد القائد، تستحقون كل الشكر والتقدير. فإحنا نطالب أول شيء مجلس قضاء الأعلى يعدل روحه أو يتنحى. هو ياكو غير. شنو المطالب الأخرى؟ حل البرلمان وإلغاء الدستور ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم. تمام، شكرا لك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعدها نفس الاستعدادات موجودة، باقي الاعتصام مستمر رغم تأجيل التظاهرة، وهل قبل الموعد مال التظاهرة شفنا تزايد بالأعداد اللي متواجدة اليوم بمبنى البرلمان بالباحة الخارجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على يا ربي على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الأعداد تتكاثر يوم عن يوم، وجاء التحقون بين العشائر وحتى مسيح البارحة عوائل مسيحية شفت جوي وشاركوا بالمواكب، وهواي من طوائف الشعب العراقي جوي، وإخواننا السنه هم جوي، واحنا ان شاء الله ايد واحده. يعني هي التظاهره ما تخص شريحه معينه او لا 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 العراق كله، العراق كله، احنا موحدين، احنا نمثل الشعب والشعب يمثلنا، واحنا يمثلنا مقتدى الصدر اللي هو طاهر اللي هو الحق المطلق، اما هذول كلهم فاسدين اكلونا من الفج للفج. تمام. هاي امانه الله ورسوله. طيب صرف لنا عن تواجدكم ايضا، شريحه الشباب لكم دور خصوصا بالدعم اللوجستي اللي نشاهده. نعم، بالنسبه للدور الشباب دور كلش كان متميز على اختلاف فئات الشباب، هناك فئات الخريجين الغير محاضرين كذلك موجودين، خريجين كليات عفوا معاهد النفط، المهندسين. هذه الشرائح شنو غايه تواجدها اليوم بهذا الاعتصام؟ هذه الفئات وبما فيهم اني هسه حاليا نحن خريجين غير محاضرين، نعاني من عدم تعيين في مؤسسات الدولة، المدارس، مؤسسات الدولة الأخرى، لا يوجد أي تعيين. من عام 2019 تم إغلاق ملف التعيينات، تم تعيين المحاضرين كشمول ككل وبقية يعني الخريجين. تشوفون هذا الاعتصام ممكن أنه نعم. يكون بوابة للإصلاح لتحقيق مطالبكم؟ نعم، نحن نؤيد أي خطوة جماهيرية إصلاحية يقودها الشعب العراقي. المتواجدون في ساحة البرلمان وفي المنطقة الخضراء بصورة عامة لا ينتمون لجهة معينة، جميع الطوائف، المسيحي، السني، الكردي، الصدري، السيستاني، التشريني، جميع فئات المجتمع الآن حاضرة تؤيد خطوة الإصلاح، تؤيد تغيير النظام، تؤيد تغيير الدستور، تؤيد حل البرلمان، تؤيد تعديل المؤسسة الدستورية. نحن كشعب عراقي كفئات مجتمع مختلفة عانينا ما عانينا منذ 2003 ولحد الآن عانينا من قضية المحاصصة والتوافقية،
دمرت شكرا جزيلا. نعم ميعاد، كما شاهدتي واستمعتي إلى هذه التفصيلات، الصورة واضحة لربما هنا في اعتصام البرلمان بأن التظاهرة هي ليست تقتصر على فئة محددة أو طائفة محددة، الجميع هنا حاضر، الجميع لربما يرى بهذا المشروع هو مشروع إصلاحي، بالتالي يحاولون لربما المشاركة من أجل تحقيق المطالب التي أتوا من أجلها بمختلف شرائح المجتمع العراقي المتواجدة هنا في مبنى البرلمان. نعم، طيب بدر، كيف تسير الإجراءات الأمنية لا سيما مع تواجد سرادق اعتصام الموالين للإطار على أسوار الخضراء؟ هل هنالك طرق مقطوعة أو مغلقة؟ يعني ميعاد، كما تعلمين بأن الاعتصام هنا في مبنى البرلمان هو بعيد عن اعتصام الإطار التنسيقي، بالتالي نتحدث هنا عن اعتصام في داخل مبنى البرلمان والباحة الخارجية الخاصة فيه، وصولا إلى تقاطع الخرطوم ومن ثم التوجه إلى تقاطع وزارة التخطيط وبالتالي التوجه إلى ساحة التحرير. هذا هو مسار المعتصمين المتواجدين هنا في مبنى البرلمان. أما يتعلق في قضية الاعتصام الخاص بالإطار التنسيقي فهو متواجد في شارع الرابط بين الجسر فلكة جسر الطابقين وكذلك جسر المعلق، بالتالي نتحدث عن مسافة بعيدة بين الاعتصامين وبعيدة عن المحتجين المتواجدين هنا في البرلمان وكذلك حتى في يعني اعتصام الإطار التنسيقي، وتحاول الجهود الأمنية بذل أقصى الجهود من أجل استمرار عملية التنظيم وكذلك التنسيق الأمني إن كان هنا داخل اعتصام البرلمان مع الجهات ذات العلاقة المتواجدة هنا أو كذلك حتى في اعتصام الإطار التنسيقي. نعم، إذن موفد التغيير إلى المنطقة الخضراء بدر الركابي، شكرا جزيلا لك زميلي.